على مدار كل السنة بقى، مش النهاردة بس، على مدار كل السنة كان المصري القديم ليه مأكولات بيحبها، ولقيناه رسمها كمان وحاططها على ترابيزة علشان يقدمها للروح في الحياة الأخرى وتستمر معاه. هتستغربوا بقى هو واخد معاه إيه في المقابر، والمقابر يعني معناها عايزه يبقى معاه في الحياة في الأخرى، الحياة الأخرى. وعايز يدي للروح وعايز يدي للإيه، للمعبودات. واحد الفول، أدي أول حاجة هياخد معاه الفول، لقوا فول بني من اللي احنا بناكله ده، لقوه في المقابر، ده معناها ان حب اسطوري بين المصري وبين الفول. ادي واحد. اتنين الخس، رسم الخس واخده كمان كعلاج. المصري القديم في الطب العبقري بتاعه اخد الخس مأكولة حبها واكلها وطلع منها الزيت وحاول ان هو يستخدمها في الطب. المصري القديم كمان مأكولاته لها علاقة بالدين في مصر القديمة، فالبيضة كانت الخلق، كان بالنسبة له البيضة لها علاقة بالخلق في الديانة بتاعته، أنت الذي وضعت الفرخ في البيضة. كويس؟ فنصوص، فالبيضة كان. طيب وهل البيض كان بيتلون؟ لأ، لحد دلوقتي الألوان بتاعت البيض دي حصلت بعدين، يعني بعد عصر الأسرات، يعني بعد رمسيس الثاني وبعد حتشبسوت وبعد طبعا أكيد خوفو وخفرع ومنكورع والمجموعة الحلوة بتاعتنا دي. لغاية دلوقتي احنا ما اكتشفناش البيضة الملونة اللي انت بتعمليها. طب ده حصل امتى؟ لربما يكون حصل بعد عصر الأسرات، لربما مع دخول المسيحية، مع دخول اليونان. اليونان صعبة شوية، يبقى الرومان والمسيحية. أنا ممكن أروح في الحتة دي اللي هي فكرة دخول المسيحية القرن الأول الميلادي وطلع، لكن ما عندناش الأدلة. طيب بيرسم على البيض، رسم على بيض التماسيح ورسم على بيض النعام، يعني تم اكتشاف بيض تماسيح. لو رحتوا متحف التماسيح في كوموندو 45 كيلو شمال اسوان هتلاقوا البيضه مرسوم عليها وحدات فنيه، فن بقى بيبدا يفنن برسوماته على بيض التمساح، لان هو حنط التماسيح، لان التماسيح فيه منها بعضها كان مقدس بالنسبه له. طيب اخيرا بقى تقدر تقول ان المصري القديم حب البصل، ابو شراشيب الطويل ده عشقه وكان بياكله في الطاقات المختلفه. واحنا حضاره عيش يا جماعه في مصر القديمه، انواع من العيش لن تتخيلوها، البيتي بان المقطوع من فوق بخط كده، العيش الفينو موجود، العيش الفتاو موجود، العيش اللي شبه العيش الصيامي المدور اللي زي القرص موجود، اللي هو كنا زمان في رمضان وكان الاخوه الاقباط برضه. فالعيش مثلا بالنسبه اللي فيه كمان كل ده منحوت ومرسوم، لدرجه ان انتوا لو رحتوا متحف الحضاره اللي افتتح حديثا في الفسطاط، في هناك رغيف غريب جدا كل شويه ابص له وغريب قوي، ملفوف كده بحاجه كده ايه زي شريطه كده، وواخد فتحه من الجنب، كل ما اشوفه افتكر الساندوتش. فالسؤال، هل المصري القديم اخترع الساندوتش؟ ده سؤال عايزين العلماء يبداوا يذاكروا فيه شويه. هل حط جوه الفتحه دي مأكولات بفكره الساندوتش؟ يبقى اذا مش اخترع بقى لون الساندوتش اللي ما كانش عنده وقت وكان بيحب يلعب كوتشينا فاخترع القصه بقى المشهوره، اخترع الساندوتش من هذا الايه؟ من هذا الموضوع. طيب هل بقى بالنسبه بقى للمصري القديم البيض، الخس، الايه؟ قلنا الفول، قلنا العيش، الملانه قلنا بقى، الملانه بقى لسه كنت بقول دي كانت موجوده بقى زمان ودلوقتي ما بقتش موجوده. بصي فكره الاستيضاء اللي خلى الناس تروح لحته الملانه ايه؟ لو بصيتي للملانه في يعني ناس طلعت وكتبت عن الملانه ان الملانه ليها بوز صح، مبذبذه كده، تلاقي فيها بوز زي الحمصه، ما هي حمصه، ايوه مش مكتمله قوي صح. فيقول لك ده ممكن يبقى شويه شبه الايه؟ البوز بتاع الصقر، يبقى الصقر حورس وبتاع، يعني عملوا كده لينك ما بين حورس. علشان كده ليه؟ لان في بعض العلماء ما زالوا متاثرين بالمصري القديم اللي هو بيعمل رابط بينه وبين الدين في كل حاجه او في اكثر الحاجات. اخيرا حني معاكم بنص لطيف قوي يثبت لنا ان المصري القديم كان بيحب الحياه وكان ما بيحبش الزعل وما كانش بيحب الحزن وما كانش ويقول لك ايه ارمي ورا ظهرك يا عم وعيش حياتك وكده. هو بالظبط كان كده. في اغنيه مكتوبة الليركس بتاعتها، الكلمات بتاعتها مكتوبة على الحيطة لراجل اسمه نفر حاتب. نفر حاتب ده كاهن من الكهنة بتوع إيمن، بتوع أمون في مصر القديمة. نفر حاتب في المقبرة بتاعته سايب لنا نص هقرا لكم منها جملتين. بيقول له إيه؟ بيقول له اطق يوما سعيدا. ده الأغنية بتقول كده بقى، إحنا ما نعرفش طبعا إيه اللحن بتاعها عامل إزاي يعني، لكن هي الأغنية بتاعتها كده، وإحنا خلاص بدأنا نعمل أغاني هيروغليفي أهوت بقى لنا سنة، بدأنا نعمل في الاحتفالات بتاعتنا والمواسم. والله كانت تجربة حلوة، أنت إيه رأيك في التجربة دي يعني؟ أنا شخصيا بقالنا كنا سنين كنا نفسنا نعمل حاجة زي كده، يعني إحنا بقالنا سنين كنا بنقول إحنا ليه بدنا
الاغاني بالهيروغليفي. اه وعايز اقول لكم، عارفين مين عمل الموضوع ده من سنين طويله طويله مين؟ طويله قوي وكنا حابينه قوي؟ ابن حسن الامام، بيعمل مودي. موسيقى حلوه، مودي. مودي مودي عمل، انا فاكر زمان عمل اغنيه في احتفاليه في افريقيا، كنا بنعمل افتتاح دوره افريقيه، وعمل الاغنيه دي وسمعنا هيروغليفي. كنا الاول مره زمان خالص، كان ايام يمكن الاحتفاليه بتاعت عمرو دياب لما غنى في الاستاد لو تفتكروا، والقميص بالحب ابو دوايه بالحب السودا ده اللي اتجمعنا. كلنا حبينا ننزل نشتريه ده. قميص القميص الابيض ابو دوايه السودا المشهور بتاعه ده، ايوه انا فاكره كويس. المهم، فانا شايف انها تجربه لطيفه جدا كان، بس احنا عايزين الاضافه بتاعته لما تيجي تتعمل في التلفزيون او في حته او في الراديو نعمل ايه. احنا عملنا ده بقى، يعني احنا بقى ايه، كلنا عملناه بقى على الفيسبوك، على الفيسبوك ومش عارف ايه، ويعني انا حاولت اعمله على الفيسبوك وكده برضه، ان هو ايه، ان انت تكتب هو بيقول ايه او الراديو يترجم هو بيقول ايه، يعني تكتب على الشاشه او تترجم المغني بيقول ايه، لان صح. هو موسيقى حلوه، الاغاني مؤثره، الكلمات جايه من هيروغليفي مظبوط، ودي مهمه والأصوات ان انت كمان. ما قلتش اي كلام، واخده بالك؟ ومن هنا بيقول لك اكتب يوما سعيدا، هو الراجل بيكتب لنا كده، خدوا بالكم بقى، ضع البخور والزيت الفاخر معا من اجل انفك، من اجل انفك دي كلمه مصريه قديمه يعني شم، يعني شمها، شم الايه؟ شم الزيوت الفاخره، ايه الزيوت الفاخره دي؟ دي بخور البارفان. بقى، اللي هي البارفان بتاعته. البارفان. والبخور طبعا حرق البخور مهم جدا. وبيقول له فلتكن الاغاني امامك واطرح الهموم خلف ظهرك، واطرح الهموم خلف ظهرك ديت هنهلكوا بيها، لان دي نفس اللفظ اللي انت بتستخدميه دلوقتي ارمي لما ورا تلاقي حد ظهرك. عندك مطلضم ولا بتاع تقولي له ايه؟ ارمي. ارمي ورا ظهرك يا عم، يا عم ارمي ورا ظهرك يا عم، صح مش مستاهله. صح. عيش حياتك سعيد وعيش حياتك راضي، والرضا ده شيء جميل، واتمنى لكم كلكم السعاده والفرح. جميل قوي، حلو قوي، بس هم الواحد يعني مش بيشبع بجد من كلامك، يعني كل الكلام اللي انت بتقوله ده بجد احنا استفدنا منه قوي. هتاكل النهارده بقى فسيخ ورنجة وكده ولا انا ايه؟ بقى الفيزيك والرنجه دي ماليش فيها، بس ايه، بس اقعد اتفرج كده على الصور وبقول للناس بس طب الراحه، الفسيخ علشان صعب الناس، لكن المصري القديم الرنجة. كان بيحب السمك، بالمناسبه كان بيحب السمك جدا على فكره، المصري القديم. وعلى فكره اقول لكم على حاجه بسرعه 30 ثانيه عشان وقتنا، انا عارف 30 ثانيه، المصري القديم في نص بيقول لنا، هيرودوت بيقول لنا ان المصريين كانوا بياكلوا السمك مغلي و روستد، يعني هيعملوا روستنج كده اهوت، حاجه زي يشووه كده او حاجه كويس، وني، متخيلين؟ ني ممكن، ممكن ومملح. متخيل. ني دي يعني احنا اول ناس في سوشي. العالم عملنا سوشي، امال ايه؟ احنا اول ناس عملنا سوشي، مش كده؟ مش السوشي فكرته كده؟ انا ما فكرته يعني كده. انا ما اعرفش قوي في الحته دي، لكن السوشي في سمك منه طبعا. مش مطبوخ، صح. فحكايه ني دي وحكايه مملح، فعرفنا ان المصري القديم كان، لا هو كان لازم يملح، كان لازم يملح السمك بتاعه، لان الفيضان لما بيجي وبيطلع على الارض بيطلع عدد سمك كبير قوي معاه على فعشان الارض، يحتفظ بيه. هيحتفظ بيه، صح. السمك بيعفن بسرعه، فكان لازم هيحطه تحت التراب يحط عليه ملح وياكله. صح. احنا بنشكر المؤرخ والمحاضر الدولي بسام الشماع، وكل سنه وانت طيب. وانت صح. ميرسي جدا.